عبون شو هذا يضرك؟ حنا بالنسبة لنا قضية الصحراء قضية تصفية استعمار. راح تلعب بالنار وراح تلعب بالنار وغادي تخلصها غالية والله إلا غادي يخرجوك معي اللبرة، سمعتني؟ أنا عمري ما شتمت ما سبيت، صحف انت أنا ما سبوش. أنا ما جبنيش، أنا والله ماني قادر الصوت وأنا ينهضر، أنا والله العظيم كي يضرب قبل ما يضربوني نخبرهم شكلهم شمكش شنين عارفون ما نعرفش. راها في الأمم المتحدة في باب تصفية الاستعمار. أنا المهم هنا هنا حبست، أنا خاطين. ترافيك وما ربحتش. قسما بالله العلي اللي نحكمه ما نطالبه. وليت راجل دار وكرك، خلعني يا خويا وليت راجل وهاكا ونورمال. يندم على النهار اللي زاد فيه. هاو كان عينك للهضرة، كان مين كانوا هنا كون وليت راجل كما مشيت، مين كانوا هنا كنت داير كي الجلبانة وخايف منهم. راه في الأمم المتحدة. وتخبرني نيشان، قول لي الشكايم بينك وبينهم الله يسهل. احنا ما عندنا حتى مشكل مع المغرب نورمالمون. واه ما انا طارحين لهم حتى مشاكل، راني روطار 10 سنين ولا انت راك لافونس باب 10 سنين.